نتحدث أستاذ فيصل عن فترة زمنية، يعني بعد انتهاء عملية الاقتراع العام، نتحدث عن فترة زمنية تتراوح بين كم إلى متى عملية استقبال الطعون في نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى التصديق على نتائج الانتخابات؟ طبعا بالتأكيد قانون الانتخابات وضع آلية كبيرة جيدة أمام المفوضية للعمل بها والالتزام بها. أولا نعم. نتائج الانتخابات يجب أن تظهر خلال 24 ساعة. نعم. يعني يجب أن لا تتأخر. نعم. خوفا من بالنسبة للتصويت الخاص كبيرة. والعام كلاهما ستظهران بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع العام. من انتهاء الاقتراع العام. نعم. هذه مسألة مهمة جدا، هذه تقطع الطريق أمام من يحاول أن يزور أو يتلاعب. نعم. هذه واحدة. اثنين، الأجهزة الحكومية ذهبت إلى وضع جهاز متطور حديث، جهاز إلكتروني الحقيقة. هذا الجهاز يعمل على استنساخ النتائج. نعم. أو التصويت، نتائج التصويت مباشرة. نعم. وهذا يسموه بالعصا السحرية، وهذا يعني حتى لو حرقت صناديق الاقتراع. نعم. بعد ما عندنا مشكلة. ليش؟ لأنه. نعم. نتائج الاقتراع مخزونة ضمن هذا الجهاز وترسل فورا إلى. نعم. إلى المراجع، بحيث أنه تكون هنالك إشراف عليها مباشر. المسألة الأخرى المهمة أكثر بعد، يعني هو الرقابة الدولية. اليوم العالم كله ينظر إلى هذه الانتخابات بعين الترقب. نعم. لذلك ساهمت منظمات عالمية كبيرة مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ودول كثيرة أيضا، سفارات كثيرة في العراق ساهمت من أجل السيطرة وأجل الرقابة والتدقيق على هذه الانتخابات. لذلك سوف نشهد انتخابات قد تكون قليلة يعني لا يمكن أن تكون هنالك انتخابات ناجحة 100%، بس على أقل تقدير أنا أعتقد التقدير الخاص أنه. نعم. سوف تبتعد عن 90% من هذه النتائج. نعم. بعد ظهور. نعم. النتائج الحقيقة بإمكان المراقب، بإمكان المرشحين الطعن أمام هنالك هيئة قضائية تمييزية من 7 قضاة ممكن أن تستقبل الطعون. نعم. وبالتالي ترد عليها. أما الخروقات فممكن أن تكشف في أي وقت، يعني هي نعم. عن تقديري الشخصي.